الاعتقال ديال محسن ياجور جاء على طلب الرغبه ديالو انه باغي ينتقل للفريق ولا يحسن الوضعيه ديالو من دخلنا وهضرنا معاه لان حقه هذاك مشروع ومشروط علينا لانه نهار اللي جاي يلعب في المغرب التطواني انه قال انا نوقع معكم ولكن اذا جاني عرض 500,000 دولار ناخذ اوراقي نخلصكم من الكونترا ديالكم ونمشي ننتقل نحسن الوضعيه ديالي. قلنا له حنا قبلنا لان كانت عندنا استحقاقات ديال كاس العالم، كانت عندنا المشاركه في عصبه الابطال، قلنا مرحبا. اذا محسن ياجور جابنا عنده في العقد خصو يعطينا 500,000 دولار ويمشي، يعني بلا مشوار معنا بلا كذا، ولكن هو كان يعني في هذا الجانب هذا خدم ولد الناس وتصرف، قال انا جبت هالعرض، جاب وكيل الاعمال ديالو 600,000 دولار المغرب التطواني، وهو عامين مع القطر القطري غادي يسني بالمبلغ اللي بغى وهو حر. اذا هذه ماشي رغبه ديالنا احنا بعنا احنا محسن ياجور، احنا بالعكس احنا راغبين في محسن ياجور يبقى معايا. بالعكس نهار الاول كنت كنتفاوض مع هذوك الوكيل الاعمال ديالو مع الوكيل الاعمال كنقول له الله يخليك خلينا محسن ياجور يلعبنا غير هذه المباراه الشامبيونز ليغ، ولكن ما توفقناش لانه هو بغى يمصر انه هو وكيل الاعمال ديالو مصر انه اللاعب ينتقل من بعد المباراه ديال سموحة المصري ويوقع العقد في قطر القطري. بأحد فنادق مدينة المحمدية نظمت جمعية المحمدية للصحة